بارك الله فيكم. هذا السائل من ليبيا رمز لاسمه بواو سين، يقول في السؤال الأول: عندما أكون في صلاة الجماعة ألاحظ أن بعض المصلين يقرؤون الفاتحة أثناء قراءة الإمام ولكن بصوت خافض، فما حكم هذا الفعل؟ وهل من الضروري قراءة الفاتحة إذا كانت الصلاة سرية؟ وما الحكم إذا لم تقرأ الفاتحة في مثل هذه الحالة؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت الصلاة سرية فإنها تجب قراءة الفاتحة على المأمومين على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإذا تركوها لم تصح صلاتهم. أما إذا كانت الصلاة جهرية والإمام يجهر بالقراءة فإن المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام مهما أمكنه ذلك، ولا يقرأ والإمام يقرأ لما في ذلك من التشويش وعدم التمكن من القراءة على الوجه المطلوب. والله جل وعلا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فيجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام إذا أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه ذلك فإنه لا حرج عليه لعدم قدرته على ذلك، والحمد لله. نعم.